إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الميزان كلمة وردت في آي القرآن كثيرا، وهي صمام أمان لحياة أسرية هادئة مستقرة، لحياة اجتماعية متماسكة مستقرة، لحياة اقتصادية متوازنة. فلا يمكن للإنسان أن يحقق المقاصد والغايات إلا إذا احترم الموازين، والله عز وجل وضع الميزان لكل شيء. ومن مجالات الميزان الأقوال، الكلمات. الكلمة أصوات، حروف تخرج من فم الإنسان، ولكن هذه الكلمات لها مقاصد وغايات. الكلمة قد تبني أو تهدم، الكلمة تفرق وتجمع، الكلمة ترفع وتضع. لذلك قال ربنا في سورة قاف الآية 18: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ميزان حق، كلنا توزن كلماتنا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد خاضع للميزان. وقال في سورة إبراهيم من الآية 24 إلى غاية الآية 27: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، إلى أن يقول: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ثم يختم الله ذلك بقوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم تثبيتا لميزان الأقوال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في مجال العبادات، العبادة أيضا خاضعة للموازين، الصلوات خاضعة للموازين وللأحكام، الصيام أيام معدودات أيضا خاضع للموازين والأحكام، الحج أشهر معلومات أيضا يخضع للموازين والأحكام، وهكذا الأمر في سائر العبادات. الزكوات تخضع للأنصبة، ربنا قال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، سورة المعارج الآية 24-25.
لمن تذهب؟ أين تذهب هذه الصدقات أو هذه الزكوات؟ تؤول إلى ثمانية أصناف وردوا في سورة التوبة الآية 60: إنما الصدقات أي الزكوات للفقراء والمساكين والعامين عليها إلى أن يقول الغارمين إلى آخره. إذن هذه موازين، كل شيء يخضع لميزان. أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. المجال الآخر هو مجال المعاملات، هذا المجال الفسيح. قد يفوز الإنسان في الامتحانات المتعلقة بالعبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج، الامتحانات الكبرى في مجال المعاملات في الأسواق، في الطرقات، العلاقات الإنسانية، العلاقات الاجتماعية، العلاقات بين المجتمعات، العلاقات الدولية، كل ذلك يخضع للموازين، وهنا الامتحانات الكبرى. وما سأذكره على سبيل المثال، قال ربنا في سورة الإسراء في الآية 9: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يعني من اتخذ القرآن هديا لن يضيع، لن يضيع. لما؟ يدخل السوق القرآن يقوله تجنب الربا، الآية 275 تقول لنا: وأحل الله البيع وحرم الربا، انتهى الأمر. القروض بين الناس، والناس يحتاجون إلى الناس، أمر عادي. القروض، تأتي الآية 282 وهي أطول آية في القرآن، تضع الموازين، ميزان القروض والإشهاد، التوثيق، التجارة والرهن، كل ذلك، كل هذه الموازين وردت في آية واحدة وهي أطول آية في القرآن، الآية 282 من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قبل هذه الآية بآيتين، الآية 280 من سورة البقرة: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، ميسرة قراءتان. إذن انظر إلى ضبط الموازين، كل شيء يخضع للميزان، آيات كثيرة لا يتسع المقام للتفصيل فيها، تلزمنا بمراعاة الموازين. التجار والحرفيون والأساتذة والمعلمون والأولياء والمربون والحكام والمحكومون وقادة الطائرات والسيارات، الجميع يخضع لهذه الموازين التي وردت في الوحيين، في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا هو الذي قال لنا في سورة الجن في الآية الأولى والثانية: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. الرشد كمال العقل في جميع المجالات، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. تضبط علاقاتنا ومعاملاتنا بالموازين الشرعية ليتحقق الاستقرار المنشود والأمان المطلوب، ونأتي إلى الميزان الأخير يوم القيامة. ربنا قال في سورة الأنبياء الآية 47: ونضع الموازين الحق ليوم القيامة. وقال في سورة الأعراف الآية 8: والوزن يومئذ آخرة الحق. وقال في آخر آية أنزلت في القرآن الكريم، هي الآية 281 من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أستغفر الله لي ولكم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم غير حال أمتنا إلى أحسن حال. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم وفق شبابنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم اجعلهم جميعا من أعلام الهدى. اللهم اجعلهم جميعا من مصابيح الدجى. اللهم اسطرنا في الدنيا وفي الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا يرحمكم الله، استووا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.